اخبار تفضليتيها معنا. اهلا مجددا سهام. شكرا. نبداو بنهايه السنه ولا بدايه العام، نبداو بالاشياء الايجابيه ان شاء الله. ايجابيه، لازم دائما نكونوا ايجابيين باش تكون حياتنا ايجابيه. نعم، نتمنوا تكون سنه سعيده على الجزائر. نعم، ولكل الامه العربيه والاسلاميه. نتمنى ان نبدع في كل المجالات باش تكون الجزائر احسن. نعم، نكونوا نليقوا بوطن كالجزائر. في فلسفه اخرى تقول لك يعني نشعر ببعض الحزن لانه مرت سنه من اعمارنا. نعم، يعني نتمنى دائما نكونوا انه نستغلوا وقتنا احسن استغلال، نكونوا نقدموا فيها الاشياء التي لا نندم عليها، نقدم فقط الاشياء التي نحلم بها ونطمح اليها، لكن هي سنه الحياه. اكيد هناك مطبات، هناك نجاحات، هناك اخفاقات. نتمنى انه 2020 حقيقه تكون سنه النجاحات والاشياء الايجابيه. هي مرور السنوات ليست فقط تقدم في السن والعمر، لكن هو تقدم في على مستوى انساني، على مستوى العمل، على كل المجالات، هو تطور. وان شاء الله نكونوا استفدنا من الخبرات اللي واجهناها، نكونوا ايجابيين، خرجنا بالتجارب اللي خرجنا منها، لازم نكونوا ايجابيين ونكونوا دينا نتيجه مليحه وتطورت من الشخصيه تاعنا في المحيط تاعنا. ايضا لازم نكونوا مؤثرين ولو بكلمه طيبه، فنتمنوا ان نكونوا احسن تاثير في المحيط تاعنا. واليوم ربما باش نختموا هذه الدردشه الخفيفه عن دورة الحياة، نذكر قصيدة لإيليا أبو ماضي اللي يقول في ختام القصيدة: قلت تبسم ما دام بينك وبين الردى فإنك بعد لن تتبسم. إن شاء الله تكون الابتسامة والفرح دائما تعم قلوبكم وشفاهكم مشاهدينا. كل الخير نتمناه لكم، كل شيء بإرادة ربي. إن شاء الله الأشياء الجميلة بإرادة الله ومن صنع أيدينا أيضا. فعلا. إذا البيئة دائما سهام مع الشيخ فرحات وسهام بن مزيان، بيتنا الأكبر، بيتنا الأكرم حقيقة كما نسميها. نعم، نتحدث إذا على ربما بعض النصائح وحوصلة لمجموعة من المواضيع تم التطرق إليها من خلال السنة، يعني نديروا غيكاب. ربما راح نقول بعض، راح نضوي على بعض الممارسات، هي ممارسات يوميه ربما نعتقدوا انها بسيطه لكن راح تكون منعزله، ما عندهاش تاثير لو تكون مارسها شخص او شخصين او 10 اشخاص، لكن لو الكل مارس هذه التصرفات راح يكون عندها تاثير كبير على البيئه وحتى على صحتنا وعلى ممارساتنا اليوميه. راح نمد بعض نصائح اليوم، ربما نغفلوها في بعض الاحيان، تبان هي ما عندهاش تاثير لكن عندها تاثير كبير وكبير جدا على البيئه. أولها ربما المصباح هذاك الصغير، لو كل بيت غير المصابيح تاعو من ديك المصابيح المشعة إلى مصابيح صديقة للبيئة، فحجم الغازات الدافئة راح ينقص بدرجة كبيرة. وكما تعرفين سيبا، وكنا قلنا في خلال 2019 من خلال تطرقنا لموضوع الغازات الدافئة والوقود الأحفوري وتأثيرها في تغيير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، فتغيير هذه المصابيح الكهربائية إلى مصابيح صديقة للبيئة راح يكون عنده تأثير كبير في التقليل من انبعاث هذه الغازات. بذلك راح نحافظوا نقللوا من استعمال الطاقة، وأيضا نحافظوا على البيئة ونكونوا مؤثرين أنه نقسم العوامل اللي تأثر على التغيرات المناخية. أيضا كاين بعض الممارسات اللي نقوم بها يوميا، مثلا كل مرة راح نسوقوا على جال حاجة صغيرة، نختاروا يوم واحد للتسوق ونشوفوا كاع الاحتياجات تاعنا تاع الأسبوع أو تاع الشهر ربما، خاصة الأشياء اللي نستعملوها بطريقة احتياجية وطريقة كثيرة واللي الصلاحية تاعها حدوم فترة أطول. نتمنى لو نخصوا يوم واحد في الأسبوع للتسوق أو ربما في 15 يوم باش نقلوا من استعمال السيارات، لأن السيارات كما نعرفوا تطلق غازات لأنه الغاز السيارة عندها ثاني تأثير كبير على البيئة من خلال استهلاكها للطاقة وأيضا الطاقة اللي تهدرها. أيضا كما قلت سابقا، كنت طرقت في مرة من المرات
النمط الغذائي تأثيره على البيئة. قلت أنه لو حب يحب ذلك نلجأ للخضروات والأسماك والفواكه عوض اللحوم، لأنه إنتاج اللحوم راح يسبب استغلال الوقود الأحفوري بزاف، وراح يكون في غازات دافئة أيضا تسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري. يعني في التغير المناخي بين اللحوم في علاقة مكنتيش حاضرة معايا نسيمة، كنت مع ناصر أتذكر جيدا، عندي ذاكرة قوية جيد فعلا حتى أنا يعني نعم كنت ذكرت أنه علاقة النمط الغذائي بالمناخ، وقلت أنه الانتاج هو للخضروات والأسماك لأنها إنتاجها ما ينتجش الغازات الدافئة اللي تلوث الجو واللي تسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري. نعم. أيضا في لو تكون رحلة قصيرة يحب بدلا ونروحوا ماشيين على الأقدام نجنبوا السيارة. صح. في بعض الناس كما نقولوا أدو باي تستعمل السيارة، هذا من بينهم نسيمة للأسف لا يغير الله. أمينة تاني نعرفها. نعم في للأسف في زملاء بزاف معنا. صح. في الشرق يعني على مشوار خطوتين ولا. صح. يستعملوا السيارة، نتمنى أنه يروحوا ماشيين على الأقدام. ربما السرعة حقيقة هذه ربما من الدروس اللي نقدروا نستفادوها في هذه السنه، نديروا ورقه ونقولوا شنو هي الايجابيات والسلبيات. حقيقه احيانا ربما ركن السياره ياخذك وقت، ربما ما كاش وين تركني سيارتك، فيستحسن انك تروحي ماشي على الاقدام باش نروحوا نشرو ام تي تخيك منا تدي الطوموبيل. نعم. لانه لو المشي راح يكون مفيد لينا كرياضه. صح. وايضا نحافظوا على البيئه. فيما يخص تغيير العادات، هذا التغيير السلوكيات احنا ربما نستهونوا بها، وعلاش يقولوا جهاد النفس هو اعظم من اي جهاد اخر. ابراهام لينكولن هو اعظم رجالات امريكا، عنده كتاب اسمه حماقات ارتكبتها، كان خصص وقت طويل انه كل 15 يوم يغير سلوك سيء فيه. ومن بعد هذا القرار اللي تاخذه اصبح من اعظم رجالات امريكا، ولازم يكونوا هاد الناس هما القدوه تاعنا، نشوفوا الناس الايجابيين في الحياه باش يكونوا هما القدوه تاعنا حقيقه فعلا، مش فقط الفنانين او الناس. لا لا بالعكس، عندها تأثير في المحيط تاعها. نعم المفكرين أكثر شيء. نعم. يا حبذا أيضا لو كل شخص فينا يغرس شجرة، يغرس شجرة، الشجرة كما قلنا أنها عمود للأرض، ساهم في توازن الإيمان الأرض. نعناعة في أمبتيبو. نعم. حقيقة نعم. والله. المهم شيء أخضر يساهم في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، وأيضا يحافظ على البيئة، وأيضا منظر تاعه جميل، وحتى في الصيف نحتاج الأشجار باش نظلوا تحتها تعطينا هواء منعش باش يقينا حر الصيف. نتمنى خاصة عند الأطفال فعلا. لو كل طفل يغرس شجرة يتعلم حب النبتة من الصغر. سهام كي كنا احنا في الابتدائي كنا نقوم بتجارب الفاصوليا. نعم. في القطن. نعم في كنا نغرس. نعم كنا نقوم بتجارب. كانت آخر تجربة غرس، لا أنا نغرس يعني عندي هكذا حديقة صغيرة نقوم بنغرس يعني. للأسف ما نش نشوفوها في المدارس. نعم ولا كل شيء ولا يدرس نظريا. راح تديك كان عندنا مادة الأشغال اليدوية. أشغال يدوية وعلوم حية، وكانت في يعني هذه ماهيش داخله في اشغال يدويه، لانه الاشغال اليدويه كانت حقيقه ربما رسم تلصيق وغيرها، لكن كانت اعمال تطبيقيه. اعمال تطبيقيه. اعمال نعم. تطبيقيه بعد كل درس نظري يعني ربع ساعه تخصص. هذه الماده كانت تنمي عند الطفل حب الاكتشاف والاختراع. نعم. لو كنت عنده موهبه فراح تكتشف ويوجه التوجيه الصحيح. للاسف غاب هذا الشيء عن المدرسه تاعنا، نتمنى ان نعود ليه. انا اذكر حتى في السنوات الأولى يعني السنة الأولى والثانية أظن أو الثانية والثالثة كانوا يقولوا لنا كنت مثلا عندك بطة صغيرة هذوك أون بلاستيك نقسموها نقطعوها نعمروها بالبلاتر ونبدا. نعم أنا أيضا قمت بنفس التجربة نسيمة. نعم روعة. كنا نستمتعوا تخيلي تصنعي دمية ديالك ولا تصنعي ونلونوها تبقى لنا راسخه في مخيلتنا ونحن كبار. حتى نشوفوا الان في البلدان المتقدمه خاصه في المجال التعليمي كل شيء بالتجربه، حصه التاريخ، حصه الجغرافيا، مثلا نشوفوا البلدان الاسكندنافيه لما في ماده التاريخ مثلا اذا كان هذاك اليوم درس على الحضاره الفرعونيه او يلبسوا اللباس المصري، يطيبوا الاكل المصري، فراح يبقى لهم في التعلم. نعم.
يعني وايضا كل تلميذ عنده يغرس نبته يهتم بها لمده 6 سنوات طيله المدرسه الابتدائيه، طيله سنوات المدرسه الابتدائيه، فيتعلم حب الطبيعه وحب النبات منذ الصغر. ولما ينشا الانسان على امر معين فراح يبقى له طول حياته. حقيقه نتمنى انه هذه الامور اللي ربما تم ادراج اشياء اخرى باش ما نبقاوش باش ما نقولوش انه رانا في ضوء فقط على السلبي. نعم فيه يعني يناير حقيقة فيه المولود، وين أصبح الأمر يطبق على جميع المستويات في المدارس وغيرها من الأطوار، لكن الجميل أنه نعود حقيقة. يعني ما تقدريش ما ترجعيش لهذه التفاصيل الدقيقة اللي الطفل يغرس. كنا نعرفوا كيفاش ينبت العدس، كيفاش تنبت الفاصوليا. أنا غرست العدس فعلا، وكانت تجربة ناجحة. كنا محظوظين ما شاء الله، كنا فلاحين. عشت في المرحلة، لأنه عبالك نعزوا علاقة الفلاحة، الطفل مع الفلاحة، مع الأرض، مع البيئة. ما يشوفهاش انه لا انا فقط العلوم ربما الاخرى اللي تهمني. نعم ان شاء الله عام 2020 رانا محملينك الثقل الكبير، ان شاء الله تكون في المستوى انطلاقه وتكون على مدار السنوات القادمه ان شاء الله. ايضا ربما امر يبان بسيط لكن هو مهم بزاف، التقليل من الطباعه، من الفريسيوم، طباعه الاوراق، هذا ايضا يقلل من الطاقه. وايضا في مشاركه الاخبار الخضراء، اخبار البيئه، يحبذا في منصات التواصل الاجتماعي، في القاعدات تاعنا، يحبذا نتكلموا على الاخبار المفيده اللي تصلح من علاقتنا مع البيئة. نحكي لك أنكدوت. أنا البارح وأنا نحضر الموضوع حبيت نبدأ بالعائلة تاعي صغيرة باش نبدلو شوية، وصلت لواحد النقطة أنه راح نقول عليها دركا، التقليل من وقت الاستحمام. فعندي أختي تحب تاخذ وقتها في الاستحمام، لما قلت لها هذا الموضوع إلا هذا الموضوع. فشوفي الإنسان لما يتعود على شيء من الصعب أنه يتخلى عليه، لكن بعض الإرادة طوروا احنا شويه باش نكونوا نحافظوا على البيئه، لانه كما نقولوا بالمحصله راح نحافظوا على حياتنا احنا. صح. يعني. لكن انا اتفق مع شقيقتك، لا ادري ان كانت ساره جزائريين وحب الاستحمام فعلا. يعني في خلال الاسبوع كاين الشاور، ولا وربما خطره هكذا، لانه حتى ثقافه الحمام عندنا ناقصه شويه. لكن الحمامات هذيك اللي تقعدي وين ترتاحي فيها ترسترخين، مليحه للاعصاب، مليحه للجسم، مليحه. حبذا نزيدوا شويه ملح، نديروا فيها ورد، نديروا في نعطي لها افكار، قول لها من الصعب نزيد. لكن راح نحاول معكم حتى تغيروا العادات تاعكم السيئه. لا خطره في 15 يوم. نعم انا قلت ان التقليل ليس يوميا. لا يوميا الشاور يكفي، يعني حاجه خفيفه. نعم ايضا لما لا استعمال زجاجه ماء صديقه للبيئه، لانه الماء نستعمله بكثره، تكون مصنوعه من الزجاج او اي ماده صديقه للبيئه عوض البلاستيك. كما تعرفين البلاستيك تكلمنا عليه بزاف، ينحل من الصعب انه يتحلل في التربه. وفي الحيوانات لما تكون تتناول في الغذاء تاعها تتناول الاكياس البلاستيكيه، وهذا مع الوقت يؤدي الى وفاتها. وشوفي درجه الاذى اللي رانا نسبه للبيئه والحيوانات. وايضا حتى طريقه نقل هذه القارورات البلاستيكيه مش طريقه صحيه، تفوت في ينقلوهم في شاحنات مفتوحه تحت اشعه الشمس. وكما تعرفي انه البلاستيك لما يتعرض لدرجه حراره كبيره من اهم مسببات مرض السرطان. نعم يعني رانا نشوفوا انه كثير لا مسؤوليه في نقل البضائع، حتى كاش مراقبة، يعني غياب الضمير قبل أسبوع تخيلي في من غير حادثة القتل، يعني تم نقل في مدينة الصطيف على ما أظن، وشافوهم يعني حماية المستهلك ناقلين دجاج هكذا معرض لأشعة الشمس في صناديق بدون سيلوفان، بدون غطاء. يعني تخيلي الغبار اللي طمو أشعة الشمس اللي تعرض ليها، وين رايحين بهذه السلوكات؟ يعني أنانية وعدم لا مبالاة والتفكير في الربح السريع والجشع. يعني الطمع يعني حتى تقدر فيه 1000 طريقة باش تكسب قوتك بشكل حلال. إذا الشكل يعني هذا حرام
راك تسبب في امراض وفي وفيات قتل ووفي قتل نعم. الناس نعم. نعم نتمنى انه تغير هذه الممارسات ان شاء الله. لان ولهذا رانا دائما نهضروا ونكرروا الكلام تاعنا فعلا العديد من النصائح نعم يكون هناك تغيير. ايضا يا حبذا لو في بعض الناس تخلي مصادر الحراره والتبريد وهي برا المنزل نتمنى انه يطفيوا هذو الاجهزه باش نوفروا الطاقه باش ايضا نحافظوا على البيئه. نعم ايضا لما لا يحب لو نستعمل الاكياس الورقيه بدل الاكياس البلاستيكيه. وفي وزاره البيئه السنه الماضيه كنت رحت لوزاره البيئه وقمت بتغطيه كانت كاينه مبادره انه وزعوا القفه تاع الدوم كما نقولوا عوض الاكياس رائع. البلاستيكيه. وفي ايضا وزاره البيئه بدايه من اول جونفي ستفرض على الخبازين بيع الخبز في اكياس ورقيه عوض البلاستيكيه نعم. خاصه المخابز الخبز احيانا يكون سخون لما نحطوه في اكياس يتعجن. بلاستيكيه يتعجن وايضا قلنا انه الكونسير كما قلنا السرطان سخون مع البلاستيك يلصق فيه. احنا نثمنوا هذه المبادره فعلا. ونشجعوها يا حبذا لو ما تخصش فقط نبداو بالخبز نعموها على كاع المشتريات تاعنا على كاع لي مارشي باش نكونوا التسوق عامه يكون في اكياس ورقيه عوض الاكياس البلاستيكيه نتخلصوا منها نهائيا فعلا. نتمنى ذلك. ايضا بالنسبه للرياضه يحبذا لو تكون ممارسه الرياضه في الهواء الطلق عوض استعمال الاجهزه الرياضيه لانها ايضا مهدره للطاقه باش نوفروا الطاقه. ايضا كما قلت تناول الخضروات كما قلت مسبقا التقليل من السرعه اثناء القياده ايضا يوفر طاقه بالنسبه لمحطات الوقود وفر طاقة بالنسبة لمحطة الوقود وأيضا نحافظوا على حياتنا ونشوفوا عدد الحوادث اللي بلغ أرقام قياسية وقياسية جدا في الجزائر يعني البلدان اللي نسجلوا هذا الحل الارقام في مقدمه الدول. نعم نتمنى انه لو كنا في مقدمه الدول في امور اخرى في امور ايجابيه لكن للاسف نحن في مقدمه الدول بالنسبه لحوادث المرور. نحن نتربع على عرش هذه الارقام المخيفه والمهوله لضحايا حوادث المرور. تخيلي شحال من اسره انجرحت وشحال من اسره تكوات بهذا الحوادث الرهيبه. نترحموا على جميع الموتى موتى الحوادث نتحدث على حوادث المرور والصبر لاهاليهم ونتمنى انه يعتبر المواطن ويعتبر ولازم المشاهد تكون قوانين رضعيه وتطبق لانه داروا رخصه السياقه بالتنقيط لكن تطبيقها فيه خلل وما جابتش نتيجه. كي تحكي يتعلق الامر بالحياه بحياتك ما تسنيش لازم تكون قوانين للأسف. لانه يقدر ما يطبقش القانون لكنه مات ودا معاه يعني هذا الامر ما راكيش حتروحي وحدك حتدي معاك عائلات للاسف. وكثير من الناس هما اللي يديروا المخالفه واسره ربما سائق ما اخر هو اللي لانه حتى الوقت اللي نستغرقوه باش نجيبوا رخصه السياقه هو وقت قصير جدا يعني. لو نشوفوا في البلدان في بعض البلدان باش تجيبي رخصه السياقه ثلاث سنوات باش تجيبي رخصه السياقه. اذا ارتكبتي خطا المره الاولى ينزعوا منك رخصه السياقه لمده نعم. ستة اشهر. الغلطه الثانيه نعم. يسحب منك مباشره رخصه تسحب منك رخصه السياقه وتعاودي جوزي البيرمي من دار وجديد فهذا جيد. امر ردعي جيد. لو يطبق في الجزائر الكل راح جيد راح يتعظ. نتمنى انه الناس. المشاهد الكريم اكيد احنا عندنا اوفياء لبرنامج الشروق مورنينغ والكثير من النصائح كنا تطرقنا ليها واكيد سنه 2020 رايحين نرافقكم دائما بهذه النصائح البيئيه. سهام اشكرك اذا على هذه الحضور القيم دائما والنصائح اللي ما قل ودل نعم. دائما هكذا كما يقولوا نعرف واحد المثل يقول ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين والودن ما تشرفش. فكل معلومه الا ويجي الوقت اللي رايحين نطبقها بقناعه وهي كلها مساله وعي واقتناع. اشكرك سهام. اسعدني ان يكون اخر يوم من 2019 نكون رفقتك نسيمة وانا اتمنى أسعد. لك سنه سعيده لك ولكل الشعب الجزائري ان شاء الله بحول الله. اتمنى لك يوم طيب يوم سعيد ان شاء الله يكون فاتحة خير للسنه المقبله غدا بحول الله. كل الحب سهام. شكرا شكرا شكرا. اذا مشاهدينا كانت هذه اخبار البيئه.
نمر إلى فاصل سريع ونلتقي بعده بضيفنا الأول الدكتور عبد الكريم حوبي، طبيب أطفال. يمكنكم طرح أسئلتكم المتعلقة بجميع الأمراض التي تصيب يعني أطفالكم في المنزل وخارجها. اخترنا اليوم موضوع التوحد كموضوع يصنع الحدث، ربما لأنه أصبح الكثير من الأشخاص يتاجرون بأهالي للأسف أطفال.